إذا لم يكن هنالك صفاء بين الرجل والمرأة، إذا ماكو هنالك وئام، إذا ماكو هنالك توافق، هذا الطفل كيف يعيش؟ إذا كل يوم نزاع في البيت، الرجل يشك في زوجته والزوجة تشك في زوجها، وكل يوم يتبادلان الكلمات النابية ويتوقع هذا من ذاك ويتوقع ذاك من هذا، هذا الجيل شلون ينشأ؟ كيف ينشأ هذا الجيل؟ أي انطباعات سيئة تخلق في نفس هذا الجيل؟ لاحظوا فاطمة صلوات الله عليها تقول لأمير المؤمنين في تلك اللحظات الأخيرة: ما خالفتك منذ عاشرتك. هذا إلنا، هم لهم مقامهم، ما خالفتك منذ عاشرتك. فاطمة ما كانت تعيش صلوات الله عليها حياة مرفهة، أخواتها كما ينقل كان وضعهن أفضل من فاطمة، لأنه كان عندهم أموال لكن كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله. زينب كان وضعها أفضل وبقية الأخوات، ولكن فاطمة كانت تعيش حياة الشظف والفقر. ما خالفتك منذ عاشرتك، ماكو هنالك خلاف ولو مرة واحدة في خلال هذه الأعوام. هكذا كانت فاطمة، وهكذا كان علي صلوات الله عليه. فاطمة كما ينقل بعض العلماء لم تطلب من علي صلوات الله عليه طلبا واحدا في حياتها، مرة واحدة في أخريات أيام حياتها طلبت منه طلبا واحدا فقط في قضية مفصلة، وهي قضية الرمان. ولأنها كانت مريضة ومحتاجة إلى ذلك الطلب مرة واحدة. إذا الزوجة ما إلها توقع من زوجها، الزوجة ما إلها توقع من زوجته، كل منهما يؤدي وظيفته وفوق وظيفته بطوع رغبته. الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، قائد قضية العشرين المعروفة التي أخرج فيها الكفار من بلاد المسلمين، الشيخ محمد تقي يقولون في بيته لم يكن يأمر أمرا واحدا، حتى إذا أكو ماي على ذاك الجانب من الصفرة، زوجته قاعدة، ابنه قاعد، ما يقول له جيب لي هذا الماء، يقوم من مكانه ويأخذ الماء ويأتي. حتى يقولون مرة كان رايح على مسجد السهلة في قضية، ثم رجع بحث في جيوبه مدة، ثم رجع الأصحاب وهو المرجع الأعلى في ذلك الوقت، سألوه أنه شنو؟ قال عندي شغل. رجع إلى المسجد، كان قد سقط منه الشيء، أخذه من أرض مسجد السهلة وعاد. يقولون في يوم من الأيام كان مريض، فجاءت أهله زوجته بماء اللحم ووضعته على باب الغرفة أو في جانب، لأن الشيخ كان نايم مثلا أو ما أشبه. وقت الظهر الشيخ قام شاف ماء لحم هناك، يريد يقوم لكن ما بقدرة يقوم من مكانه لأنه أنهكه المرض، لم يقل كلمة. بالليل أهله إجوا شافوا الشيخ نايم وماء اللحم هناك موجود. ليش؟ ما يريد يكلف واحد. هاي من صفات أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط على جماعة أن يكونوا من أهل الجنة بشروط، واحد منها أن لا يكلفوا أحدا حاجة أبدا. إذا الزوج هكذا يتعامل مع زوجته، والزوجة أيضا هكذا تتعامل مع زوجها، ماكو توقعات. الطرف الآخر هو يقوم بوظيفته، قام بوظيفته أو لم يقم بوظيفته. إذا كان التعامل على هذا النحو، هو الإنسان أولا يسعد، أنت تعيش مرتاح.
هذا العمر القصير اللي عدنا الذي هو قصير كالأحلام وعزيز كجنات الفردوس. الإنسان يقضي هذا العمر كله في مشاكسة ونزاع وخلاف، هو أولا يرتاح وثانيا ينشئ جيلا صالحا يبقى للإنسان بعد موته، وربما يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الامتدادات تبقى وكلها تسجل في ديوان ذلك الأب أو تلك الأم التي أنشأت هذا الجيل الطاهر.